وللحديث أكثر عن توغل إيران في مفاصل الدولة بالعراق في ظل فشل مشاريع الاحتلال الأمريكي وأثر ذلك على تموضع القوى في المنطقة، ينضم إلينا عبر سكايب من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين، وأهلا وسهلا. حياك الله دكتور. بداية، بحسب تقرير للجيش الأمريكي فإن الشرق الأوسط بات إيرانيا بسبب نفوذ طهران في العراق. بداية، كيف وصلت إيران إلى أن تسيطر بنفوذها على الشرق الأوسط كما يدعي تقرير الجيش الأمريكي؟ إيران لولا احتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق لما استطاعت أن تتقدم شبر واحد في المنطقة. من سهل عملية التوغل الإيراني في العراق هي الولايات المتحدة الأمريكية، وكلنا نتذكر كيف قام المجرم بريمر عندما وصل. أول عمل قام به هو قانون اجتثاث البعث، واللي حرم أكثر من 540 ألف موظف من كادر الدولة العراقية، وفسح المجال للقوات ما يسمى بالمعارضة العراقية. وكلنا نتذكر كيف دخل باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم ونور المالكي وهادي العامري ومن على شاكلتهم، دخلوا العراق بمساعدة وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، الأمين العام لحزب أو لميليشيا حزب الله في لبنان حسن نصر الله قال إن القوات الأمريكية ستغادر العراق بدماء سليماني والمهندس. هذا التحريض الصريح على إقحام العراق في مواجهة يدفع ثمنها المواطن العراقي في النهاية، هل له أبعاد ومخططات حسب رأيك؟ بالتأكيد إيران استغلت ضعف العراق، حل الجيش العراقي، أنشأت ميليشيات. هذه الميليشيات تلقت دعم سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يسلح الجيش العراقي بسلاح وبعتاد، هذا السلاح هو يوزع ويسرب إلى الميليشيات. هذه الميليشيات الآن تمتلك أسلحة متطورة وأسلحة ممكن أن تضاهي أسلحة الجيش العراقي. فبالتأكيد عندما حسن نصر الله يطرح هذا الموضوع يحاول أن يستغل ويحرك الميليشيات الموجودة في العراق لمصلحة إيران ولمصلحة المشروع الإيراني في المنطقة. نفس الشيء عندما تذهب الميليشيات للقتال في سوريا أو للقتال في اليمن سواء كانت لبنانية أو أفغانية أو عراقية، هذه الميليشيات هي كلها تسير بخطى وبدعم إيران، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية غضت الطرف في الكثير من السنوات عن هذه الميليشيات وقدمت لها الدعم سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هناك من يذهب في مقارنات ما حدث في أفغانستان وبين العراق، إلى أي مدى ترى أن الانكماش على الداخل الذي أورثه كل من إدارة أوباما ومن ثم إدارة ترامب يمكن أن يحقق هذه التكهنات؟ ما حصل في أفغانستان من انهيار حصل في العراق بغض النظر عن رأينا في داعش أو ما حصل في الموصل، ولكن الانهيار الذي حصل خلال 3 أيام، انسحب الجيش العراقي وانسحبت القوات العراقية، ولولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لاستطاعت هذه القوة بما تمتلك من سلاح خفيف ونتيجة الانهيار للقطاعات العراقية لاستطاعت أن تصل بغداد وتصل يعني هي تجاوزت الموصل ووصلت إلى صلاح الدين والأنبار خلال أيام. ولولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والدعم الأمريكي المقدم للقطاعات العراقية لحصل في العراق عام 2014 ما حصل في أفغانستان اليوم. إذن المسألة الجيش
غير مبني عقائديا ولا يؤمن بالوطن ولا يؤمن وليس مبني على أساس المواطنة. إذن الجيش الموجود سواء كان في أفغانستان أو في العراق يمثل توجهات الولايات المتحدة الأمريكية، نعم. ويمثل قوة تدافع عن مصالحها وعن انتماءاتها الطائفية والعرقية، وولاءتها محسومة في العراق، ولاءتها محسومة إلى إيران أكثر من ولائها إلى العراق أو إلى أمتها العربية. بالكلام عن العراق والمنطقة، كيف ترى الدول الفاعلة في المنطقة وترتيبات القوى في ظل اتفاقيات دفاع مشتركة بين تلك الدول والولايات المتحدة الأمريكية؟ للأسف ما يحصل الآن هو يعني فراغ سياسي وفراغ للقوى. حتى هذه الاتفاقيات التي تحصل ليس لها أي وجود، أو ليس لها ما يحصل الآن في ما حصل في أفغانستان. ماذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة أفغانستان عندما حصل اجتياح طالبان؟ نفس الشيء عندما تتحرك الميليشيات في اليمن أو في لضرب السعودية، ماذا قدمت الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية رغم كل الاتفاقيات المعقودة؟ إذن الولايات المتحدة الأمريكية ليس عليها اعتماد. الاتفاقات الموجودة لم تحقق أي أمن لأي دولة من دول المنطقة، سواء كانت العراق أو سوريا أو لبنان أو مصر. أو الذي يحمي البلد أو الذي ممكن أن يدافع عن البلد هي القوة الحقيقية الوطنية اللي ممكن أن تنشأ، مثل ما حصل عام 1980 عندما كان العراق في جيش وطني دافع عن العراق ودافع عن الأمة وتصدى للخطر الفارسي. الآن هذا الجيش غير موجود، هذه العقيدة غير موجودة، للأسف نفتقدها في أكثر دولنا. نعم، بعض التقارير تتحدث عن إمكانية سحب القوات الأمريكية باتجاه الأردن، وهناك من يرى أن كل ما يحدث هو إعادة موضع، مؤكدين أن الخليج بما له من أهمية عالمية ليس أفغانستان. كيف تنظر لترتيبات المنطقة وتموضع القوى في الأيام المقبلة؟ بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تنسحب من المنطقة بهذه السهولة. لديها قواعد إذا كانت في تركيا أو قطر أو السعودية، أو حتى علاقاتها في داخل الأردن، ومع الأردن تمتلك علاقات جيدة ومتطورة، ونفس الشيء في قبرص، في إسرائيل، في اليونان، هذه الدول علاقتها مع النظام في مصر. إذن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة، إذا انسحبت من هذا المكان أو هذا المكان، هذا لا يعني انسحاب القوى الأمريكية أو القواعد الأمريكية من المنطقة. ستبقى الولايات المتحدة في المنطقة، ولكن لمصلحتها كانت استخدام هذه القوى لتفتيت دول بالمنطقة لمصلحة المخطط الإسرائيلي في المنطقة والمخطط الأمريكي في إضعاف المنطقة، سواء كانت عربيا أو إقليميا. والعراق كان أحد الأهداف اللي وحققوا أهدافهم. الآن العراق لا يمتلك أي شيء. قبل قليل كنا في ندوة عن اقتصاد العراق. العراق من الناحية ليس من الناحية العسكرية ولا من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية الآن هو في الخط السالب، يعني هو تسلسله في الصفر، في حالة حالة سيئة جدا. نعم. من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي العراقية الدكتور فاروق فتيان الراوي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في استوديو الرافدين.